فيتكلموا يقول لك ايه؟ حجم الدين بتاعكم زاد. طيب هو انت ليه؟ وانا هسيب الدكتور معايا يتكلم في النقطه دي ان سمحت لي يعني. انت ليه مش عايز تدفع تكلفه اللي عملته في 2011 و2013؟ هو اللي انت عملته ده مش كان ليه تاثير مدمر على اقتصادك؟ انا بقول كلام لا صحيح. مش كان ليه تاثير مدمر على اقتصادك؟ مش لا مؤاخذه لما جينا نحسب الرقم ده لان دخلنا في 450 مليار دولار. هو احنا يعني الدولارات عندنا كده عشان نخسر 450 مليار دولار في 3 4 سنين؟ ده كان ده كله ده على حساب مستقبل مصر وحاضرها. انا بقول لكم عشان تبقوا في الصوره يا جماعه، ما دام انتوا عملتوا اجراء كلنا مع بعضين بقى نستحمله. مش حد يقول لك ايه لا احنا نطلع نعمل اجراءين ونرجع البيت ويلا كملوا انتوا، اعملوا انتوا بقى حلوا لنا المساله. لا احنا بنحل المساله مع بعضنا. احنا بنحل ايه؟ المساله مع بعضنا. وانا بقولها لكل المصريين، ما تقوليش بعد ما تعمل اللي عملته يلا خلصت من الموضوع. لا احنا هنخلص الموضوع مع بعض وهندفع تكلفته مع بعض. مثال، انا قلت الدكتور معيط لما كلمنا في موضوع الموازنه والدين، قلت له هو احنا مش كان موازنتنا 250 مليار جنيه ولا انا نسيت في 2010؟ كام يعني لو انا يعني خدت الموازنه دي اتحركت ازاي؟ ولو تسمح لي فخامه الرئيس عشان موضوع الدين، لان هم بيستخدم حاجات بيضلل بيها الراي العام. احنا عملنا دراسه في وزاره الماليه، شفنا 2000 2001 هي مصر كانت في الوقت ده فين. لقينا ان مصر في الوقت ده كانت ايراداتها كلها على بعضها 76 مليار، كانت بتصرف 104 مليار جنيه، كان عندها عجز 29 مليار.